أحسن ما عليك يا شيخ. يا شيخ نريد أن توجه نصيحة لمن دائما يتصدى للدين الإسلامي بأنه يريد أن يوصل رسالة أو حكم الدين الإسلامي أو واجهة الدين الإسلامي ومع علمه القليل، فما نصيحتكم وتوجيهكم لمثال هؤلاء؟ أنا أقول هؤلاء جزاهم الله خيرا، وهؤلاء يدل على أنهم عندهم غيرة على الدين ويريدون الدعوة إليه. أقول استمروا فيما أنتم عليه، لكن تعلموا، تعلم، لابد أن تتسلح. لا يجوز الإنسان يدخل معركة بدون سلاح، لابد أن يتسلح. يعني النصارى أو اليهود أو غيرهم أو الملاحدة أو العلماني أو غير هؤلاء، كلهم هؤلاء مسلحون، كثير منهم مسلحون، عنده شبهات، عنده أشياء عقلية كذا قد يقنع فيها الآخرين. فلا يجوز الإنسان يدخل المعركة بدون سلاح. فنقول طالما أن عندك الهمة وعندك العزيمة وعندك الصدق مع الله تبارك، بقيك السلاح، تسلح بالعلم، تزود بالعلم الصحيح، ثم بعد ذلك أسأل الله أن يوفقك في هذا الطريق.